شغلت. طيب هلا نتطلع لو عندي هون، هلا لاحظوا هون راح يصير عندي f of z. f of z الانتجريتر في ال f of z بتساوي z على z minus 1. ليش هيك؟ طبعا زي ما حكيت هذا فيش على هذا بالقابل. اوكي هذا انتجريتر في الكونتينيوس دومين، هذا انتجريتر في. هلا اذا طلعنا f of z بتذكر انه y of z على x of z زي ما كان عندي y of s على x of s بيساوي f of s نفس الطريقه من هون. فلاحظوا هلا y of z لو ضربت هذا الطرف في هذا الطرف بيصير z في z minus 1 بيصير x of z في z. هلا لو جيت قسمت على، خليني اقسم على z square، فبصير عندي z في y of z minus y of z بتساوي x of z في z. راح اقسم الان هذا على z square، هذا على z square، وهذا على z square. راح يصير عندي هلا الفانكشن هون بتصير y of z في z minus 1 عفوا في z، في z minus 1. وهون عندي y of z، لا خلينا نقسم على z بس. راح اقسم هون هاي على z، وهاي على z، وهاي على z. فبصير عندي الان y of z ناقص y of z في z minus 1 تساوي x of z. فبصير عندي الان y of z تساوي x of z plus y of z في z minus 1. ايش معنى هاي الايكويشن؟ بتقول انه y of z هو output. شو بيساوي؟ x of z الانبوت، القيمة الحالية لx of z، زائد y of z previous output. إذن حتى أعملها هاي هون implementation، راح أفترض إنه عندي هون أنا y of z، راح أخذ هاي z minus 1 أو 1 على z، راح يصير عندي الآن هذه y of z في z minus 1 موجودة هون، وراح يدخل عندي هون x of z. هذا physical implementation. شو يعني؟ شو راح يعمل البيك مايكرو كنترولر؟ اول مره اول ما نبدا راح يكون في عندي طبعا initial value، لازم يكون في عندي initial value. فالفاليو السابق كان 0، هذا راح اعتبره 0، راح يبدا اول مره. بعدين راح تدخل الفاليو اللي بعدها، راح نيجي ناخذ الفاليو الحالي ل x of z، الفاليو السابق ل y of z، راح اجمعهم الاثنين من بعض. شو راح يعطوني؟ راح يعطوني الفاليو الجديد ل y of z، ونكمل بهذه الطريقه. هذه هون physical implementation. والزمن تبع y of z راح يكون زمن الاختلاف هون بين y of z و y of z minus 1 هو capital T. اذا هاي مثلا بالنسبه لفانكشن، هاي رح تعطيني انتجريتر. واذا دخلت على هذا السيستم بامكانك تثبت، اذا دخلت على هذا السيستم step function، شو لازم يكون step function تبعت السيستم؟ شو لازم يكون الاوتبوت تبع step function اذا دخلته على انتجريتر؟ رام. راح لازم يعطيني رام، مضبوط؟ فبكون عندي اول فاليو هون هيك، ثاني فاليو هيك. هذا y of z وهذا x of z. ماشي، الكل فاهم هذه ايش؟ يعني لو دخلنا على هذا السيستم step function الاوتبوت راح يكون ramp function، بس طبعا عندنا هون الزمن capital T، فcapital T راح يتغير معنا شوي شوي. هاي هي الفكره الاساسيه للimplementation تبعت